تاني في كارو بايتس على مسرح سي بي سي سفرة. في بقى فقرات زي امبارح، في فقرات احلى واطول كمان، ان احنا في مسابقات، فانا عايزين بقى اشتراك منكم كويس جدا. انا ليا طلب عندكم، معلش ممكن نسقف كده سقفه عشان انا نيرفس شويه. طيب تاني طلب عندي النهارده ان احنا هنتكلم مع بعض شويه. اهلا وسهلا، انتوا جيتوا امبارح كارو بايتس؟ النهارده اول يوم. طيب تمام، انتوا في حاجه انتوا عايزين جايين بقى تشوفوا مين بقى في سفره؟ كله مفيش حد معين كده؟ لا كله. رد دبلوماسي جدا صراحه. طيب انجوي، واحنا انا هرجع لكم كمان شويه كده. اهلا وسهلا ميمو، سلم عليا. انت قلت لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، برافو عليك، هات كده هاي فايف. ايوه شكرا جدا. عايز تشوف مين بقى النهارده؟ عايز تشوف مين مروان؟ سالي فؤاد. هي بتيجي الساعه كام؟ الساعه 5. الساعه 5، انا قصدي الساعه 8 في التلفزيون. الساعه 8 في التلفزيون. مين بقى بيجي الساعه 11؟ نجلاء 11 الصبح و11 بالليل. الشيف، انت عندك كام سنه يا مروان؟ 5. 5 5 وحافظ الجدول بتاع سفره ده؟ والله برافو عليك. جربت حاجه في المطبخ ولا بتفرج بس؟ بتفرج بس. عارف اكله اسمها جاتو شاتو؟ بس طويله شويه. جاتو شاتو فعلا بياخد وقت شويه. طيب انا ايه، هرجع لك كمان شويه. جيمي انذر هاي فايف، شكرا. ماشي. الفقره دلوقتي هنبتدي على طول. عايزين نفكر مع بعض كده في الحاجات اللي كانت موجوده من 15 20 سنه، وهيبقى في العاب كده نلعبها مع بعض عشان ايه نقوي الذكرى شويه. والحاجات هنلعب بقى العاب لطيفه مع شريف مدكور. صباح الخير، ازيكم؟ انتوا ايه، نايمين ولا ايه؟ صباح الخير، مش سامع. صباح النور. وسام، مش هتطلع تلعب معانا؟ بحب ادبسك. اساسا بيغني كويس قوي بس هو محرج. لا انا صوتي الضفدع بتغرق، ده صوتي كانه انا بغني. طيب احنا عندنا مسلسلات كتيره قوي كانت في الثمانينات والتسعينات. انت ليك في السبعينات؟ طيب لا انا مواليد 80، ما لحقتش انا السبعينات. في حد هنا فاكر في السبعينات كان في مسلسل مشهور قوي بتاع اسعاد يونس، استاذ اسعاد يونس واستاذ سمير غانم، فاكره؟ لا. حيوها لو سمحتوا. انت مش عايز تيجي عشان الشمس؟ ازيك؟ فاكره ميزو؟ طبعا شويه. فاكره البدله بتاعته الشهيره؟ لا الجلابيه بتاعته الشهيره. ايوه الجلابيه بتاعته الشهيره. وفاكره ايه عمته؟ عمته ايوه اللي هي اتنين مع وسام واتنين مع شريف. ماشي، نشوف بقى فرقة مين هتكسب. يلا بينا. طب عايزين بقى خلاص يعني 4-2 واتنين هنا واتنين. مين عايز يشترك معانا في المسابقة اللي هنعملها؟ تعالى. عايزين بس ناس فاكرين المسلسلات. انت فاكر المسلسلات؟ مسلسلات بتاعت الثمانينات والتسعينات؟
تعال وهغششك. الاثنين كده مع بعض. تعالي تعالي. تعالي. تعالي تعالي نضارة الشمس. تعالي 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 تعالوا تعالوا. عايز يبقى انت بصيت له، عايز تبقى معاه؟ ماشي. هو هيغششك، انا مش هغششك. انا ما حدش بيغشش حد. وسام ولا شريف؟ وسام. يلا. طيب احنا عايزين بقى نشوف مين الفريق فيكو اللي هيصلح لنا الشريط ده اسرع ويكسب معانا. فريق وسام كسب. خلصنا. هاي فايف. واحنا خلصنا. خلصنا. خلصوا مع بعض. كسبنا. احنا الاثنين كسبنا. انا وانت كسبنا. احنا الاثنين كسبنا. احنا شفناهم اصلا. والله يعني بص تيم افورت. شكرا. طيب حضرتك بقى نقي واحده. وسام بشكرك. شكرا ليكم. خليكم عندنا دايما في سي بي سي سفرة. شكرا ليكم. السلام عليكم. باي باي. باي شريف. باي باي. احنا عارفين المطبخ عبارة عن في النفس في المطبخ، صح؟ مهم جدا. وفي ايه تاني مهم جدا في المطبخ؟ الفن. في بقى فن فعلا بيحصل في المطبخ. الفقرة اللي جاية احنا هنشوف ونشترك مع بعض في الفن في تزيين الكيك ده مع بالنسبة لي انا مش عارف اعمل الحاجات اللي هي بتعملها، ان هي فنانة درجة اولى في الحياة دي. استاذة غادة تالي. شكرا. السلام عليكم. احنا مبسوطين بيكم جدا هنا النهارده، وانا مبسوطه لان دي اول مره بشارك في الايفنت بتاع كايرو بايتس، وكتير انبسطت بيكم. عايز اسالكم سؤال، مين بيعرف يزين كيك؟ احنا عندنا هنا يا جماعه كيكه. الكيكه دي اللي هيطلعوا هم هيعملوا ورد بعجينه السكر، وهنزين الكيكه بالورد اللي هم هيعملوه. تمام. يلا بصوا، عندكم هنا العجين اهو، عايزين بقى تعملوا لنا ورد. تعرفوا تعملوا ورد بعجينه السكر؟ طب عايز اسالكم سؤال، احنا بندي جوائز على اسئله خفيفه ظريفه لطيفه، اوكي؟ بس النهارده هنبتدي كده بكام سؤال. يعني انا عايزه تقولوا لي مثلا البايلا اكله من اني بلد؟ مين عارف؟ برافو عليكي، من اسبانيا. طيب هنديكي هدية. عايزين نسأل سؤال تاني، أكلة المسخن بلدها ايه؟ برافو عليكي، فلسطين. مين هيقول لي عيد ميلاد سفرة الجاي اللي هو يوم 25/5 هيكون العيد الكام؟ 3. برافو عليكي، انت كسبتي قبل كده. يلا تعالي. شكرا. يلا خلاص خلصتوا؟ ده اول حاجة. يلا شايفين؟ اهو. ليه مش شايفين؟ اهو. يلا نمرة واحد ولا اتنين؟ فين اتنين اصلا؟ ده اتنين وده واحد. ده اتنين وده واحد. اتنين. انت اللي كسبتي. خلاص شكرا. دلوقتي هنحطها على الكيك. طيب اول ما هبتدي اقطع الكيكه كلكم في نفس واحد، صوت قد كده تقولوا سفره، اوكي؟ اتفقنا؟ يلا واحد اتنين تلاته. سفره. برافو عليكم. شكرا. نورتوني وكتير انبسطت معاكم، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا معايا انتوا كمان، وبشوفكم على خير ان شاء الله. يلا عشان تاكلوا من الكيكه. شكرا نورتونا. هلا ممكن نحيي مع بعض استاذه غاده جميل. خير يا جماعه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. ها محدش عايز يطلع من الرجاله؟ اتفضل. طيب دلوقتي احنا هنعمل النهارده مكرونه ريد صوص بمكعبات اللحمه.
بتحب ايه اكتر مكرونه بتحبها؟ السباكيتي. سباكيتي اهي بس دي تخينه شويه. هي الشرايط اللي هي فوتوتشيني. ماشي اوكي. بتحبها ريد صوص ولا وايت صوص؟ صوص. ريد صوص. طيب تمام. طبخت قبل كده؟ يعني. اوكي دلوقتي احنا هنعمل مكرونه بالريد صوص ومكعبات اللحمه. اهي اللحمه دي طماطم مخليه، صلصه طماطم، زعتر مجفف، كزبره ناشفه، خل عنب، شطه، بابريكا، كمون، ليمون، مايونيز، كريمه، صلصه، عصير طماطم، جنزبيل وثوم مفروم، بودره بصل وبودره ثوم وزبده. نفس اللي هنا هنا. تمام. ايه الاخبار؟ حلو. هاكل مكرونه. تمام. عايز اكل بقى، انا جعت اصلا. خلاص يا جماعه احمد اللي كسب، بس ده ما يمنعش ان الباستا بتاعت حسام حلوه جدا 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 كمان. احمد اتفضل هديتك اهي عشان تفتكر سفره على طول. يلا يلا. ميرسي جدا يا جماعه. باي باي. باي باي. ميرسي قوي. ميرسي. ممكن سقفه كبيره جدا وتحيه كبيره جدا لسالي فؤاد. ازيك وسام؟ عامل ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا وانا جايه الحقيقه قابلت ناس كتير جدا، والناس كتير جدا دول لقيتهم بيقولوا لي احنا خسينا على 10 نصايح. خسوا كتير. انا لدرجه في واحده قابلتها خست 75 كيلو في سنه. فانا مش قادره اقول لكم انا مبسوطه قد ايه بجد ان العشر نصايح عملت مفعول جامد جدا 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 مع ناس كتير، وخسوا بشكل صحي وبشكل يعني سلس، وما تعبوش خالص منهم يخسوا الحمد لله. عشان كده انا قررت النهارده ان انا اقول لكم او اعيد معاكم العشر نصايح تاني. اول نصيحه بقولها دايما في العشر نصايح هي ان احنا ما ناكلش النشويات بعد المغرب. ناكل النشويات بالنهار، بالنهار الصبح، ونبتدي نقلل واحده واحده لغايه المغرب. بعد المغرب نقطع خالص حاجه اسمها النشويات. ليه؟ لان الجسم ما بيحرقش النشويات وهيحولها دهون. خلاص. تاني حاجه، تاني نصيحه هي وجبات صغيره. نحاول نقسم وجباتنا تبقى وجبات صغيره عشان يفضل معدل سكر الدم معانا دايما مظبوط. يعني لو التزمتوا بس بالنقط دي وخصوصا في التوقيت ده هتلاقوا فرق كبير جدا جدا، لان التوقيت ده الجسم بيستوعب جدا الواحد يخس فيه عن اي توقيت تاني. يعني لما الواحد يطلع يعمل ريجيم مثلا في فترة الشتاء هتلاقوا الاستجابة ضعيفة جدا، لكن في الفترة دي دلوقتي هي الفرصة ان الواحد يعمل فيها العشر نصايح. طيب نخش بقى على رقم اربعة. تلاتة، تقليل النشويات البيضاء. يعني ايه النشويات البيضاء؟ ويعني ايه الغمقة؟ النشويات بتتصنف. يعني احنا نحاول نبعد عن كل ما هو ابيض، اللي هو السكر الابيض، الدقيق الابيض، الرز الابيض، كل الحاجات البيضة دي بتعمل ايه في جسمنا؟ بتعلي سكر الدم. فلما سكر الدم بيعلى جدا بيخلي الجسم ما بيحرقش، بيخش في حالة تحويل دهون لمدة ساعتين. في حين ان احنا لو ما خدناش النشويات دي بنلاقي ان جسمنا بيبقى في حالة حرق وشبع في نفس الوقت. يبقى احنا تفادينا الجوع وفي نفس الوقت ايه؟ بنخس كويس جدا. طيب رقم اربعة، اكل البروتينات بانواعها. ما نحاولش ان احنا ناكل بس البروتينات اللي يعني اللحمة والفراخ والكلام ده، لا، احنا ممكن برضو ناكل البروتينات في هيئة بقوليات. البقوليات دي بروتينات حلوة جدا. فنحاول نقسم يومنا. ليه بقى نقسمها؟ عشان البروتين بيساعد على الشبع. كل ما ناكل بروتين متقسم على مدار اليوم بس حبة صغيرين في الوجبة هنلاقي نفسنا شبعانين على مدار اليوم، وفي نفس الوقت بنبني عضلات وفي نفس الوقت بنكون شبعانين وبنحرق. رقم خمسة، شرب المية. شرب المية مهمة قوي. كتير فينا او كتير مننا بينسى يشرب مية.
الميه هي اللي بتشغل كل حاجه، هي اللي بتنقي الكبد، الكبد اللي بيساعد على الحرق بعد كده. فاحنا لو راعينا ان احنا نشرب ميه على مدار اليوم كوبايه كل ساعه وساعتين، يبقى احنا شربنا صح. لو شربنا مره واحده الميه زي في رمضان مثلا، نيجي نشرب مره واحده الميه ونقول شربنا، لا، الجسم بيستوعب في المره الواحده كوبايه. يعني لو شربنا اكتر من كوبايه هنجري على الحمام، ما استفدناش منه. رقم ستة، مهم قوي ان احنا نراعي بعد المغرب لغايه قبل فتره قبل النوم، ما بقولش ما ناكلش بقى خالص، لا ناكل، بس مش النشويات. ناكل ايه بقى؟ بروتينات صافيه قليله الدسم، بتساعد جدا على الحرق، بتعلي الحرق وبتخلي الواحد يخس احسن. زي ايه مثلا؟ منتجات الالبان قليله الدسم برضو من الحاجات، بس ما يكونش مضاف لها اي سكريات، خلاص كل ده ينفع. التونه كويسه جدا. طيب في ناس كتير جدا، ده رقم سبعة بقى، عندهم اصلا مشكله في الغده الدرقيه، يعني يعملوا ريجيمات كتيره جدا ويعملوا كل اللي عليهم، ما ياكلوش تقريبا خالص، مع ذلك ما بيخسوش. بتلاقوا اعراض معينه زي الواحد بيبقى تعبان، مرهق، عنده امساك، عنده بياكل قليل جدا ومع ذلك بيتخن، بينام طول الوقت. الكلام ده كله معناه ان الغده كسلانه، يبقى لازم نعمل تحليل غده، علشان اي رجيم او اي نظام غذائي جنبه مش هيعمل اي فرق لو احنا ما عالجناش قصه الغده. ايه كمان؟ مش بس الغده الدرقيه، ممكن الهرمونات تبقى مش مظبوطه عموما في الجسم، لازم ده يتظبط الاول. وقصه الحساسيه، نعمل تحليل حساسيه، لان كتير مننا عنده حساسيه من طعام معين واحنا مش عارفين، فبالتالي الحساسيه الطعام دي بتعمل عرقله في الهضم. اي عرقله في الهضم بتخلي الجسم يحوش دهون بدل ما يحرق، خلاص. فنعمل تحليل حساسيه ونشوف احنا عندنا حساسيه من ايه. يعني انا مثلا عندي حساسيه من القمح ومن البرتقال، خلي بالي ما اقعدش بقى اكل برتقال وقمح كتير، فبعمل عبء على الجسم وعلى الهضم والكلام ده كله، فبضخم، فنخلي بالنا. طيب عندنا بعد كده رقم 8، الدهون. قصه الدهون ايه؟ اي حد بيبتدي رجيم يقول ايه انا هوقف الدهون خالص، ده غلط. الدهون الكويسه بتساعدنا على الحرق، اللي هي الدهون النباتيه المفيده، زي دهون ايه؟ زي زيت الذره، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت الكانيولا، زيت الحار، الكلام ده كله بيساعد جدا على الحرق، لكن ناخد منه كميات صغيره، عشان لما بنزود بناخد سعرات اكتر، فلازم نخلي بالنا ناخد كميات صغيره من الزيوت دي، بس ضروريه ان احنا ناخدها، هي والمكسرات كمان والزيوت والدسم الموجود في السمك، من احسن الزيوت والدهون اللي موجوده، حلوه قوي للقلب، للشرايين، ضد الكوليسترول، وبتعلي الحرق كويس جدا، غير انها بتساعد بقى على شباب دائم. طيب رقم 9، مهم جدا ان احنا نبتدي قبل اي وجبه بحاجه تعطل لنا فكره الايه، الجوع او الاكل الكتير. ازاي؟ المخ بيبتدي يبعت الشبع بعد قد ايه؟ بعد تلت ساعه من تناول الطعام. يعني انا ابتديت دلوقتي اكل حاجه، هلاقي نفسي شبعت بعد تلت ساعه، اكلت اخدت وقت فين ياكل مثلا شوربه خلاص في تلت ساعه، غير لو اكلت خروف بحاله في تلت ساعة، خلاص. مهم جدا نقوم دايما تلت معدة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، لو اتبعنا دي هنلاقي نفسنا بنخس بدون اي مشاكل. اخر نصيحة، ودي اصعب نصيحة، ودي على حسب اللي يقدر عليها، كل تلت ايام يبقى نخصص كل تلت ايام يوم مشروبات. يعني ايه؟ هي حاجة زي الديتوكس كده، بتساعد على التنشيط وتنقية الجسم. آخر حاجة عايزة أقولها بس قبل ما أختم، وهو الشاي بالليمون اللي بعد كل وجبة، كوباية شاي عادي اللي هو بنشربه العادي ده، عليه عصرة نص ليمونة، ونحلي بسكر دايت بعد الوجبة بنص ساعة، إن شاء الله هتفرق معاكم كتير جدا، ويا رب اللي هيجربها يدعي لي، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات معايا إن شاء الله في البرنامج، وأتمنى تتابعونا دايما على سي بي سي سفرة. بشكركم جدا، باي باي، مع السلامة.
دلوقتي عايزين نسترجع برضو ذكريات ايام المدرسه، السندوتشات اللي كانت بتتعمل الصبح. في حد عارف ده ايه؟ لحمه مقدده، يبقى ايه؟ بسطرمه صح؟ طيب خلينا بقى نلعب بالسندوتشات والحاجات كده اللي كنا بناكلها الصبح. اللي هتعمل معاكم السندوتشات دلوقتي الاستاذه ماجي حبيب. وسام ازيك؟ ازيك يا ماجي، اخبارك ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ سندوتشات المدرسه ازيكم؟ انتوا عارفين السنه دي هم عاملينها حاجه حنين للماضي، فعايزين شويه حنين للماضي ونفتكر. انا عماله افتكر في سندوتشات المدرسه اللي كان ابويا اللي كان بيعمل السندوتشات مش امي، فاللي كان بابا بيعملها لي، وقد ايه انا كنت بعاني معاه وهو بيعاني معايا. اكيد كل واحد فيكم عنده ذكريات عن سندوتشات المدرسه، سواء ذكريات حلوه او وحشه، وكنا بنبدلها وفي ناس كانت بترميها وناس بتغير مع اصحابها وناس تعمل كلت وهي ما كلتش. عايزاكم بقى تقلبوا في الذكريات وتقولوا لي مين فيكم اللي هيحب يطلع يعمل لنا ساندوتش شبه الساندوتش اللي كان بيحبه. اهلا، ازيك؟ اسمك ايه؟ انا نهى. نهى، اهلا يا نهى. نهى انت شكلك مخلصه مدرسه قريب قوي. لا انا كبيره. انت بجد؟ 28 سنه. 28 سنه. وجايه تقولي لي انك كبيره؟ اه يعني. انزلي اقعدي تاني. ده مش مدرسه. يعني 28 سنه وحاسه انك عجزتي كده خلاص؟ طيب. ازيك؟ مفتوحه. اخبارك ايه ده؟ كويس، لسه عايشه الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. سندوتشات المدرسه بفكرك بايه؟ والله جبنات بقى، جبنات كتير قوي. الايام العاديه اغلب الايام جبنات، ها؟ يا yeah. ولما يبقى يوم بقى الدنيا متدلعه على الاخر، فرنش توست مثلا، كيك، حاجات كده بقى. كيك يعني كيك معمول فيه ايه؟ الساندوتش اللي لما تفتحي الشنطه وتلاقيهم عاملينه لك النهارده، يبقى ده يوم بقى اللي هو مش هتستني لغايه الفسحه. حاجه مختلفه يعني، تونه بتونه ما تروحش المدرسه، بس يعني حاجه الفظيعه. ايه الساندوتش اللي لما كنتي تلاقيه ما تستنيش الفسحه؟ انت الاول كنت بتاكلي ساندوتش الفسحه ولا بدري ولا ايه؟ لا، هو حكايه فكره الساندوتشات كنت رفنها شويه، ما كنتش بحب اكل كتير، فكنت بزوغهم مع اي حد. ايوه ايوه ايوه، اديني. ايه بقى يجوا وبيبقى في دايما كل فصل في واحد كده اللي هو مفجوع الفصل كده. أيوة اللي هو ماشي يلم ساندوتشات الفصل كله. كنت بخلصهم في اي حته. كان بيجي حد من زمايلك بيبقى عارف، بيبقوا عارفين ان دول ما بياكلوش، هو اللي بياكلوا معروفين واللي ما بياكلوش معروفين، وتلاقي دايما اللي ما بياكلش رايح يبرشط على اللي بياكل. ها؟ بالظبط كده، على بعض. اللي بياكل اساسا اللي ما بياكلش. والسندوتشات العاديه كانت بتبقى، احكي لي، جبنات، ها؟ جبنات ولانشونز وحاجات اللي هي كانت في وقتنا دي كانت طالعه شويه موضه قوي، حكايه جبنه رومي واللانشون كتير دي. بس دلوقتي خلاص ما فيش جانك فودز وكده، فهو اللانش بوك الحاجات اللي طيب. واليوم اللي بتبقي بقى تلاقي عاملين لك حاجه بقى مختلفه، ده النهارده يوم مختلف، تبقى انجلش كيك او كابس او حاجات كده بتبقى معموله، وعصاير بقى تبقى ماما عاملاها لي في الزمزميه. ده اليوم الاحتفالي يعني. بصوا احنا هنشوف احنا عندنا ايه هنا، وعايزينكم تقلدوا لنا الساندوتش اللي بتحبوه. انا شايفه في لحمه مفرومه، في بسطرمه، في هوت دوج، في لحمه بارده او روز بيف، وفي سجق، حلاوه، مستارده، جبنه بيضة، فول، مربى، كريمه، قشطه، بيض مسلوق وبيض مش مسلوق، وفي زبده وجبنه رومي وعسل اسود وعسل نحل. طب يلا هيدو. طيب هنا احنا عندنا ساندوتش بيتعمل كريمه لباني بمربه فراوله يعني، واللي نفسه يدوق. طب اللي نفسه يدوق هندوقه كمان يعني، اللي عايز يدوق يقول لي هديله نص الساندوتش. وفي جنبه هنا داليا بتعمل غير الجبنه بالمربى، في فول مدمس ايوه كنتي بسطرمه، وعملت البيس بتاعه ماسترد وعليه ملح وفلفل وزبده بالزبده طبعا في الاول، اسمها ايه؟ بسطرمه. وبسطرمه حاجات قويه قوي قوي. ها احكي لي، هنا سوسيس بالجبنه. لا بصوا اللي افترى يعني، بصوا يعني هوت دوج مش كفايه، حطت فوقيه جبنه،
مش كفاية لا قلت الجبنة فبقى جبنة رومي مقلية بالهوت دوج لو القشطة بالحلاوة لسه وقشطة بالحلاوة سكالانس ده كفاية يعني مين يحب من اللي قاعدين يجي يدوق معايا علشان ناخد رأيه مين اللي هيكسب زيك أهلا بيكي الموبايل المايك ده معاكي اوكي والاول احنا انت الحكم عرفينا باسمك هبة نسيم طيب انت اللي هتحكمي بدالي طيب هندوقك الاول سندوتشات داليا اتفضلي ده الفول بسم الله على فكره الفول بالبسطرمه حلوه قوي 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 عجبك ها اه حلوه قوي هندوق سندوتشاتك عندنا هنا السندوتشين المفتريين عشان هي بيتخنوها فهي بتخننا هوت دوج بالجبنه الرومي المقليه بالمايونيز افترا يعني اخر افترا يلا اختاري لنا انا هقول لك انا لو هختار هختار انا بحب الحاجات الاورينتال قوي ايوه ففول وبسطرمه والحاجات دي بالنسبه لي يلا يا داليا الف مبروك قوي الف مبروك وبعدين عامله انت متعتيني بالساندوتش بتاع الحلاوه الساندوتش الحلاوه يجنن هو اجنن والتاني يجنن والجبنه الرومي المقليه اجنست اي دايت في الدنيا تحلنا الهديه يا داليا عندنا ماج من سفرة ومريالا وجوانتي وفوتا يعني طقم المطبخ اتغير يلا ميرسي قوي كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا كل سنة ونشوفكم كل سنة ان شاء الله اتفضلوا دلوقتي احنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 قلت لكم ايه اللي هيحصل الساعة 7 يبقى نسقف سقفه جامده جدا 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 لنجلاء الشرشابي الحمد لله على سلامتك السلام عليكم الله يسلمك هم دول ب 2 جنيه ونص ايه قلت له اتكلمني ب 2 جنيه ونص اتكلمني هات الباقي اتكلمني حبه صغيرين قد كده ازيكم يا جماعه عاملين ايه طبعا الجو معاكم طراوه وحلوه قوي دلوقتي انا قلت ماشي في الشمس وحامي عليكم طيب احنا بمناسبه الزمن الجميل او الزمن القديم زي ما بيقولوا ايه اكتر حاجه حلوه بنعملها زمان بيعملوها الناس زمان ايه حد يعرف ايه اكتر حاجه قديمه حلوه كانوا بيعملوها زمان سد الحنك لا ده اي حاجه سهله دلوقتي نعملها صح عارفين سد الحنك عارفينه صح طيب اللي يحب يجي يعمل معايا سد الحنك تعالي ليه 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 سموه سد الحنك ليه لانه بيلكم صح اللي هي معناها اقفل بقك انتوا فاهمين الكلمه يعني خلاص اللي هياكلها مش هيتكلم تاني حتى لما الاقي واحد هادي على جنب كده بنقول له ايه ايه انت واكل سد الحنك صح دلوقتي احنا عندنا هنا سمنه ودقيق وفي عسل نحل وفي مكسرات وكل واحد بقى يعمل بالطريقه اللي تعجبه خلاص طيب احنا هنا انا اساعدهم برضو عايزه تعملي ايه اسم حضرتك ايه اجلال مدام اجلال هتعملي لنا دلوقتي سد الحنك بطريقتها ومعانا انسه صغنونه في الثانويه العامه اسمك ايه سهيله سهيله بتربع على نفسها سد الحنك النهارده طيب انت هتحمري الدقيق الاول ماشي اوكي حطي معلقتين ماشي هي كده طريقتها لا ما تزعلش الله يخليك هي دلوقتي هتحمر هنا الدقيق الاول وبنشوف صديقتنا الصغيره هتعملي ايه هتعمليه بالسمنه الاول طب خدي معلقه خدي معلقه من معلقه طبعا عشان نعمل سد الحنك مظبوط بيبقى عباره عن ايه انتوا عارفين يعني كميه الدقيق بتبقى قد السكر بتبقى قد الميه او ميه وعسل او ميه وسكر دي الطريقه بتاعت زمان قوي وكان الناس الاغنياء يحمروا معاها مع الدقيق ده مكسرات الى اقل شويه بيحمروا سمسم الى اقل خالص اللي هم ما فيش اي حاجه حلوه في البيت بيبقى عباره عن دقيق وسمن بس وسكر فكل واحد بقى كان حسب مستواه بيعمل سد الحنك تمام بس خلاص هو كده استوى تمام هي بقى شكرا ليكي جدا انت
هي اعتبرت بس حبه. طبعا بقى في ناس بيعملوها مدوره، في ناس بيعملوها صوابع معلقه، فزي ما انت عايزه ممكن تشكليها بمعلقتين، ممكن كده بمعلقتين، معلقه ومعلقه. مفيش جيبلك طبق حطيها هنا. مين يحب يبقى حكم هنا؟ مين يحب يبقى حكم؟ اتفضل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك النهارده؟ انت الحكم مع حضرتك، اسمك ايه؟ شيف محمد حسن. جايب لكم شيف، شيف وهيحكم. انا عايزاك بقى تدوق صد الحنك ده وتدوق ده وتحكم بذمه وضمير. اوكي، ده هيتعشى واضح ان الاثنين عجبوه الاكل. انت احترت ولا ايه؟ ها قول، مش عارف يفرق بين الاثنين. طب اختار واحده تفوز حاجه. ماشي، دي بتاعها مظبوط، الدقيق مظبوط، فبالتالي مخلي البشاميل بتاعه مظبوط ومدي انعكاس الطعم الكويس بتاع البشاميل. هنا يمكن دي زياده سنه، تمام. هنا السكر قليل، هنا السكر مظبوط، يبقى هنا برضو ايه اعتقد يعني اتنين متعادلين. التست هنا حلو، التست هنا يعتبر بيزيد في الدقيق شويه، ولكن الفليفر بتاع الطعم مع السكر هنا كويس، هنا اقل، فبالتالي الاثنين في اخفاق وفي نجاح، متعادلين. طيب طبعا هو احنا متشكرين طبعا للشيف، عمل محاضره كبيره جدا في الموضوع ده. احنا متشكرين جدا طبعا، هي بخبرتها فايديها واخده على المطبخ اخطر، وطبعا بنشكرها برضو ان هي صغننه لسه ثانويه عامه، فيعني ايه برضو هنكسبها حاجه اكيد يعني. فاحنا ممكن هنديكي جوانتي عشان تذكار مننا، وهندي حاجه بقى جايزه معاكي. شكرا ليك، تذكار مننا بسيط، ربنا يكرمك. شكرا، ربنا يديك الصحة، وإلى اللقاء. شكرا شكرا. مساء الخير، مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي الفقرة الأخيرة بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، لأن الشيف لما بيقف في المطبخ، إحنا لما بنقف في المطبخ احنا عندنا النفس، بس في نفس الوقت في الواحد بيبقى متمكن من المكونات اللي قدامه، واكتر حد متمكن ولحد لدرجه ان هو ممكن يعملها وهو مغمض. وحيوا معانا الشيف شربيني. مساء الخير عليكم جميعا. كل سنه وانتم طيبين. الجماعه بتوع سي بي سي دبسوني النهارده مع حضراتكم وقالوا لي لازم تشتغل وانت مغمض، ازاي مش عارف؟ فمش عارف اقول لهم حاجه. عم وسام طلع برضو طبعا زود العمليه، بس احنا هنختار بعد كده معاكم منكم ناس تشتغل وتخلي بس من غير ما يغمض، يبقى فريش كده. طيب احنا عندنا زي ما انتم شايفين كده فرخه، عايزين نخليها واحنا مغمضين. ازاي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نلبس برضو الجوانتي. طيب كده نلبس النضاره دي، ربنا يستر. كده يعني انا مش شايف حد قدامي. كده بالاحساس بنيجي هنا على صدر الفرخه. كده احنا خلينا الفرخ. هنقوس بقى متسابقين معانا علشان كده، ادي الفرخه. شوف بقى مين هيطلع. يلا كده هنشجع المتسابقين معانا. طبعا احنا هنا خلينا الفرخه زي ما انتم شايفين كده. هتتفضلوا دلوقتي كل واحد تاخد سكينه. اتفضلي
اتفضل. احنا هنحدد التايم بتاعنا الساعة 8، 8 و 4 دقايق هنقول ستوب، هنقول 1 2 3. هنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ستوب ستوب. طيب كده هناخد الجائزة الأولى. اتفضلي نسقف لها. الجائزة الثانية بشكركم على يعني ليكم النهاردة عندنا، ده شرف لنا كلنا. بشكر كل السادة الموجودين والحاضرين، واشكر القائمين على هذا المهرجان الجميل، واقول لكم نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.